حزب الحرية يتصدر المركز الثاني في انتخابات سالزبورغ وتراجع الاشتراكيين. نجاح عملية إجلاء 25 مواطناً نمساوياً من السودان بعد التصعيد العسكري. المستشار في أنغولا وغانا ومصر لتعزيز التعاون في مجال الأمن والهجرة. الحزب الاشتراكي يدعو إلى إنشاء لجنة لمراقبة الأرباح المرتفعة في الأسعار. العداء الكيني صامويل مايلو يفوز بماراثون فيينا الدولي للجري للمرة التاسعة. واعتقال السيدتين بعد ضبطهم في القيام بعمليات تجميل في شقة بفيينا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. تصدر حزب الشعب انتخابات ولاية سالزبورغ بالرغم من تراجع شعبيته، وحل حزب الحرية في المركز الثاني بزيادة واضحة في شعبيته. وتراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب نيوز وحزب الخضر الشريك الثاني في الائتلاف الحكومي، فيما حصل حزب كابي او الشيوعي على 11.7% متجاوزا حزب الخضر. وينظر إلى هذه الانتخابات الثالثة هذا العام على أنها اختبار للحالة المزاجية للبلاد، حيث فاز حزب الحرية بحوالي ربع عدد الأصوات في ولايتي النمسا السفلى وكيرنتن يناير الماضي. أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن نجاح إجلاء 25 مواطنا نمساويا من السودان بعد تصاعد الأعمال العسكرية. وعبر وزير الخارجية شالينبرغ عن ارتياحه لنجاح نقل المواطنين إلى بر الأمان عبر رحلات إجلاء نفذت ليلا. وشكر الوزير مساعدة شركائهم الأوروبيين وخاصة فرنسا وألمانيا. وكانت وزارة الخارجية النمساوية قد دعت إلى وقف التصعيد واللجوء إلى المفاوضات لحل الأزمة في السودان. بدأ المستشار النمساوي كارني هاما جولة أفريقية تستمر 4 أيام تشمل أنغولا وغانا ومصر، بصحبة وزيرة الدفاع كلاوديا تانر ووزير الزراعة نوربرت توتشنيغ ووفد من رجال الأعمال وقيادات أمنية. وتركز اللقاءات على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الهجرة والأمن، بالإضافة إلى دعم المساعدات المالية الأوروبية لأفريقيا. وسوف يشارك المستشار في المنتدى الاقتصادي النمساوي الأنغولي ويلتقي بالرئيس الأنغولي جواو لورينسو. دعا الحزب الاشتراكي SPO في النمسا إلى إنشاء لجنة مكافحة التضخم بسبب التلاعب في الأسعار من قبل الشركات وزيادة هوامش الربح. وترغب نقابة العمال في إنشاء قاعدة بيانات للأسعار يتم فيها تقديم تقارير عن أسعار الشركات على أساس يومي. وتأتي هذه المطالب في إطار زيادة التضخم في النمسا. وقد حدد معهد مومنتوم ومركز IHS للاقتصاد أن تجارة التموين وزيادة أسعار المطاعم هي أبرز أسباب التضخم. فاز العداء الكيني صامويل مايلو بمسابقة الرجال في ماراثون فيينا الدولي للجري للمرة التاسعة على التوالي، الذي شارك فيه ما يصل إلى 40,000 مشارك أمس الأحد. وتمكن الكيني من قطع مسافة 42 كيلومتر في ساعتين وخمس دقائق وثمانية ثواني بمعدل 33 ثانية لكل كيلومتر. وحل بيتويل يوغون في المركز الثاني. أما في مسابقة السيدات فقد فازت جوليا مايا بالمركز الأول بزمن 2:32:42، فيما كان الرئيس النمساوي فاندربين ووزير الرياضة كوغلا على خط النهاية انتظار الفائزين.
اعتقلت الشرطة المالية في فيينا سيدتين من صربيا والبوسنة لقيامهن بعمليات تجميل غير قانونية في شقة بحي سيمرينغ. وتم الكشف عن النشاط الغير قانوني بعد إبلاغ من مجهول، حيث عثرت السلطات في الشقة على تجهيزات في المنزل كأنه عيادة طبيب، وتم العثور على الكثير من المواد المستخدمة في علاجات التجميل مثل البوتوكس والهيالورونيك أسيد. وقد أشاد وزير المالية برونا بالتعاون الذي أدى إلى الكشف عن هذا الاحتيال، وذلك من أجل حماية الصحة وسلامة المستهلكين. فعلا موضوع محير، هل برأيكم يجب المخاطرة بهذا الشكل للحصول على المال وتعريض الآخرين للخطر؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.